يسلم ايديك يا بنتي. حبيبي شو قررت مشان رهف؟ والله يا سوزان انا شايف انه نجيبها لهون على البيت، منها بتكون تحت نظرنا ومنها بنخدمها بشكل افضل. لهون على البيت؟ يعني كيف؟ مو صعبة شوي؟ يعني بقصد انه وضع رهف كتير صعب وبدها مين يضل معها كل الوقت. اكيد، مشان هيك انا رح اجيب لها ممرضة مختصة تبقى معها على طول. بدك تجيب لها ممرضة لهون على البيت؟ ايه اوكي، بس يعني انه ليش ما بتسفرها لبرا بتعالجها؟ دكاترة برا اشطر من هون بيقولوا. اولا مشكلة رهف ما لها حل لا هون ولا برا، هي فايتة بكومة طويلة عريضة وما بنعرف امتى بتطلع منها. بعدين هون بيتها وزوجها، هو حابب يكون جنبها ويطمن عليها. مثل ما بدك حبيبي، بالنهاية رهف مثل بنتي، بحطها بعيوني. تسلمي يا سوزان، أنا متأكد من هالشي. شو هالزيارة المفاجئة؟ معك حق، بس أبوها لرهف اجى من السفر وعم بيشيل كتف عني. اللهجة اللي عم تحكي فيها عن رهف مختلفة كتير عن أيام زمان. لما كنت أحكي لك عن رهف